كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. بنات السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ودائما دائما في صحه جيده. كيف جاكم اللوك يا اختي؟ كيف جاكم اللوك يا اختي؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ودائما في صحه جيده يا ربي. واللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه في خاطره الله ياتيها ليه. اليوم فيديو جديد غبرت عليكم يا اخوتي، غبرت عليكم. ما ديروهاش مني قلت الصواب، اديروهاش مني قلت صبرا. المورال ما كاينش اخواتي، المورال ما كاينش. ايوا هذا ما كان اخوتي. ايوا نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ودائما في صحه جيده يا رب يا رب يا رب. اليوم فيديو كيف قلت لكم، غندير معكم غير فيديو خفيف هكا. انا معروضه عند جارتي ودايره لينا الكسكسو بالجديد يا خوتي، وحنا غادي مجموعين ان شاء الله نجمعوا مع بعضياتنا حنا كجيران. وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم، فيها من هانيه ندير معكم شي فيديو ونهضروا مع بعض مع بعضياتنا. شحال هذه ما هضرناش، شحال هذه ما تناقشنا، غير الظروف والله اخوتي. لا لان المورال ملي ما كيكونش ما كتقدريش ديري فيديو، نكذب عليك الكذاب. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، غادي نشارك معكم النهار ديال اليوم ان شاء الله. نشارك معكم الاجواء كيفاش كيدير هذا الكسكسو وهادي وهادي والنشاط ان شاء الله، علاش لا. وكنت اسف صراحه، كنت اسف بزاف الاخت فدوى ام مليح اللي مشات ليها القناه. صراحه الله يدير لها تاويل ديال الخير، والله يعوضها خير ان شاء الله، الله يعوضها بمحسن. صراحه ديك السيده الله يعمرها دار، وعندها اليتامه اش بغاو عندها صراحه، والله الا بقات فينا ما شاء الله، والله لا حول ولا قوه الا بالله على هاد الناس اللي كيديروا بحال هاد المسائل. اي والله يعوضها خير في قناتها ان شاء الله، وكل شيء كل شيء المغاربه يوقفوا معاها. صراحه تستاهل، لان عندها اليتامه مساكن وهي اللي كتصرف عليهم من هذيك القناه. الانسان ملي كيكون عنده واحد المدخول واحد راه بزاف، لان مدخول واحد راه كيكون هو اللي معول عليه، هو اللي واقف به، هو اللي شاد به هذيك الطريق ديالو وكيصرف به على وليداته. اما ملي كيكونوا جوج مداخيل كيكون عندك الراجل وهذه كتكوني مرتاحه. ملي ما كيكونش الراجل مسكين الله يحسن العوان، كانت توفى ليه هذاك العام، وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. ومسكينة الله يعوضها خير، والله هذوك اللي تعداو عليها وداو ليها الرزيق ديالها. انا كنت اسف ليها، كنت اسف، وربي كبير. انا كنوجه لها رساله، نقول لها اختي فدوى ربي كبير سبحانه وتعالى، ما تسد باب حتى كيحل بيبان، وبيبان ان شاء الله هذا الخير والرزق، والرزق جاي لقدام. وما تقنطيش من رحمه الله، وعاودي كابري ووقفي على رجلاتك من اجل الوليدات. ان شاء الله تشوفي فيهم خير ورزق، وتشوفي فيهم فرحه ديالك، وتشوفيهم ان شاء الله حتى هما واصلين واقفين على رجليهم، وتبعدي كاع انت من هذا الشيء ديال الخدمه. اي والله يسر ليك امورك ويسر لينا امورنا كاملين اختي فدوى، والله حنا كاملين يد وحده. شاد اليوتيوب اخوتي راه ما بقاش يخلص، راه ما بقاش يخلص القنوات، راه حبس ليهم الربح.
ما عرفتش شنو واقع في اليوتيوب، راح يدوا الاعلانات للناس ما بقاوش كيخلصوهم. هذاك الشيء علاش مسكينه دابا هي متوكله بهذاك الرزيق، معايا شويه قناتها مسكينه كبيره، هذاك الشيء علاش. اما القنوات الصغار ما بقاوش يعطيوهم حتى درهم. والله يصوب لينا جميعا، والله يعوضك اختي فدوى. حنا راه هاد اليوتيوب اصلا غير باش كننشطو ونفوجو مع بعضياتنا وصافي، باش كنفوجو باش كنخرجو باش كنخرجوا لبعضياتنا. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. الله يصوب الجميع، الله يصوب الجميع، والله ييسر الامور للجميع، والله يفرجها علينا، الله يهدي علينا هاد اليوتيوب، الله يهديه وان شاء الله تيسر الامور للجميع يا سيدي ربي. كيف قلت لكم اخوتي، انا غدا معروضه دابا عن جارتي ان شاء الله، وغادي ندي ضروري غادي ندي معايا، خديت شي لعيبات من الباتيسري دي با حدايا هنايا، خديت دي كاطو طرونش ان شاء الله غنديهم في يدي. ما صوبت شي حاجه، ما قدرتش نصوب، راكم عارفين ولدي، انا ولدي صبح ليا مريض وراك عارفين الصهير، هاتي الليل كامل هو تيكحب يكحب يكحب، ما زقاتش منه الكحبه، وسهرت معاه والله العظيم راه تيبان لكم ارهاق، واخا شويه ديال الضوء ولكن راه كيبان عليا الارهاق. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، قلت نشاركو معاكم ومن هانيت نفوجو مع بعضياتنا ونهضروا مع بعضياتنا. راه شحال هادي ما درت فيديو، وتشجعوني ما تنسونيش اخوتي من لي لايك ديالكم والبارطاج مع الحباب والاقارب والصحابات، و ما تنسونيش من لي لايك اللايك 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 ولي كومونتير الفنين ديالكم. وتحياتي لخوتي المغاربه وخوتي الجزائر، والهلا يخطيكم عليا وتبارك الله عليكم والله يحفظكم يا ربي. المهم ما نطولش عليكم المقدمه، خليكم مع الفيديو، انا غادي نوريكم شنو خديت معايا عندي في يديا. المهم رانا شاركت معكم اللبسه ديالي اللي لبست اليوم، غير حنايا غير بيناتنا العيالات وصافي. يلا خوتي هانتوما معايا في الفيديو. انا كيف كتشوفوا البنات، نوريكم الباطو اللي خديت معايا في يديا. ما كاينه لصقه، باش انا الحله نتوما خوتي، خليت هاد الكاطو طرونش بحال هكا على هاد الشكل، ان شاء الله باش هكا باش نديرو بهم اتاي وصافي. نتمنى الله يشبوها صافي. كيف كتشوفوا هانتوما مع ولدي مريض، حاطه لي غير العسل هنايا اخوتي. دابا غادي نطلع، غادي نطلع دابا، نطلع دابا غنشارك معكم كلشي ان شاء الله، خليكم معايا. كيف قلت لكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والكومونتيرات الزوينين، مح عليكم. انا كيف كتشوفوا اخوتي، انا وصلت عند دار جارتي اللي عارضه علينا، ها هي الصالون ديالها، نوريكم جوله في الصالون. ها نتوما، ها هي التريه، ها الحيط، ها نتوما شوفوا تبارك الله راه موجده الكيسان. كيف كتشوفوا حاطه الطبيله، ايوا هذه هي الدويره ديالها. يلا وصلنا، كيف قلت لكم عاد وصلت هنا، باقي ما جاتش جارتي الاخرى ان شاء الله حنا غادي نبركو ونجمعو مع بعضياتنا. وهذا اللي كاين اخوتي، ناكل اختي الكسكسو بالقديد، حنا شرطنا على الكسكسو الكسكسو بالقديد يا اختي يا اختي. والمهم اخوتي انتم معايا في لا فيديو، وها هي القصريه ديالنا يا لالا نوال، تبارك الله ما شاء الله بالقديد يا اختي والكرداس. هي هانتوما، ونقولو بسم الله ياكو، غنمشي نغسلي يدي ونبداو ان شاء الله يلا خوتي. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل، بالمصاعب لا تبالي، اتحديت ها انتم القوتي هالبراد يا اختي، الصينيه والشياكه والاناقه هالحليوات هانتوما نوال، راه مصايبه يا اختي الحداقه هانتوما، قدرة قادر
ايوا هنايا جارتي احلام تاع هي مصوبه اختي، راه تلاقينا هنا الحاد قالت انا اللي عشريت. ايوا تبارك الله هذا الخير، حنا غادي نشربو كذا تاي كتشوفو. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا كيف كتشوفوا البنات دابا هبطنا على الجاره، صراحه دازت عشيه زوينه، دوزنا غديوه من داك الشرفيع و عشيه ممتازه مع جيراننا هكا وحبابنا. ايوا الله يخلينا ديما مجموعين، الله يحفظكم نيات نتوما، وما تنساونيش باللايك الا عجبكم الفيديو اللي بارطاجيت معكم، وما تنساونيش كيف قلت لكم اللايك والكومونتير زوينين ديالكم، كنحماق عليكم. معكم اختكم مديحه فلوك، موح عليكم، لايك 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 الى فيديو قادم بحول الله. تبارك الله عليكم.